ككل 8 مارس من كل سنة يكون للصحفيات نصيب من التكريمات بمناسبة عيدهن العالمي. والبداية كانت من قناة نيوميديا تي في التي كرمت بدورها الصحفيات العاملات بالقناة. رئاسة الجمهورية بدورها كرمت ثلاثا من الصحفيات، وكانت مقدمة النشر الرئيسية أحلام مغزوز ورئيسة القسم الثقافي زهور غربي من بين المكرمات. من جهتها كرمت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من نجمات الشاشة الجزائرية، ومن ضمنهن صحفية قناة نيوميديا تي في في القسم السياسي نادية معزوزة. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هي الأخرى كرمت مجموعة من الإعلاميات، ومن بينهن صحفية القسم السياسي أصمهان عسلي. في حين كانت الزميلة وسام بن حمود سفيرة القناة بين المكرمات من قبل قيادة الدركي الوطنية. فكل عام وأنتن بخير يا حرائر مهنة المتاعب.